مرحبا بكم في إذاعة حياة فام. معكم دكتور نيسان كافي، مختص في جراحة العيون. اليوم باش نحكيو على الكاتاراكت، الماء الأبيض في العينين اللي يجي بنسبة كبيرة ياسر اللي عمرهم 60 سنة و 70 سنة، معناتها هو مربوط بالعمر. كيما فما ماء للصغار يجي معناتها من الولادة، هذاك يكون التقسي نتاعو مع الطبيب البيدياتر وبعد الطبيب العيون. الماء ما يخوفش، الماء لازم يتنحى. هي عبارة على عدسة خلقنا بها ربي، معناتها لونتي خلقنا بها ربي، كما نقولوا احنا عدمت ولا فسدت، دونك باش نحيوها ونبدلوها بعدسة اصطناعية. هذا هو تو سامبلومون الماء الموجود في العين، ما نخليهوش يكبر برشا خاطر ينجم يعمل اعراض وينجم يوصل الى العمى. دونك ننصحوا مرضتنا باش يتقصوا على بكري على الماء وينحي مع الطبيب نتاعو في اقرب وقت، ويكون اسهل له واسهل للمريض. شكرا.